السلام عليكم طلابنا، هذا الجزء الثامن من المحاضرة الأولى وهو الجزء الأخير. هنا نتكلم عن الانفيرس فانكشنز بالنسبة للإكسبوننشال فانكشن. أوكي، احنا أخذنا الدالة y تساوي a to power x، هذا قلنا إكسبوننشال فانكشن. اوكي، الانفيرس مالتها ينكتب بهاي الطريقه، log 2 base a of x. اوكي، هسه هذه انا راح امسحها واكتب لكم اياها بطريقه اخرى حتى ناخذ عليها امثله. باوع، احنا قلنا y تساوي a to power x، هذه exponential function. اوكي، exponential function a os x، الانفيرس مالتها هو log to base a of x، هذا الانفيرس. اوكي، هاي الاكسبوننشال فانكشن، هاي الانفيرس مالتها. واضح طلاب؟ هسه مثلا 10 أوس X، الانفيرس مالتها نكتب log to base 10 X. اوكي طلاب، مثلا e to power X، الانفيرس مالتها هي log to base e x. اوكي، هنا احنا هذه الداله اللي هاني هسه كتبتها اخر شيء، هذه تنكتب بهذا الشكل ln of x. اوكي طلاب، ln of x. كذلك هذه الداله، هذه اختصارها تنكتب بهذا الشكل log x، من ماكو هنا بيز، ما مكتوب البيز، هذه معناتها الدالة اللوغاريتم للأساس 10. اوكي، من ما اخلي هذا الديفولت مالته يعني للأساس 10، حتى عندك بالكالكوليتر تلقى هذا الكلام. عندنا طلاب هذا ال log to base e x اللي هو هذا، قلنا نسميه ln x، نسميه natural logarithm function. اوكي، وهذا نسميه ال common logarithm function، هذني اثنيناتهم موجودات عندك بالكالكوليتر. اوكي، هسه معناته هذا الكلام لن الاكسبوننشال، عفوا لن الاي يساوي واحد. لن الاي يساوي واحد، اتاكد منه بالكالكوليتر اللي بيدك، سوي لن الاي يطلع لك واحد. اوكي، لانه الاي اس واحد هو اي. اوكي، الخواص مال اللوغاريتم، دوال اللوغاريتمية، logarithmic functions، إذا عندي بهذا الشكل لن b في x، شي يصير؟ أفتح هذا الضرب يصير لن b زائد لن x. يعني مثلا عندي أني لن مثلا 5 x، هذه أقدر أقول عليها لن الخمسة زائد لن x. أوكي، مثلا عندي لن 2 في 2، هذا شي يساوي لن 2 زائد لن 2 ويساوي 2. شلون هاي يصير 2؟ شيكها بالحاسبة عندك. اوكي، شيكوها بالحاسبة. المهم، اذا عندي قسمة
مو ضرب فيصير ناقص البسط ناقص المقام لن البسط ناقص لن المقام اوكي المقلوب هذا المقلوب شلون صار ناقص لن اكس هو نفسه هذا هو نفسه هذه القاعدة هي نفسها هذه بس شلون صارت هيجي باوع لن بي على اكس افرض انه البي تساوي واحد اوكي هي هذه شو تصير وتساوي لن بي ناقص لن اكس اوكي اذا نقول البي واحد فمعناته هذا الكلام لن الواحد يصير صفر شيك يمك بالحاسبة فيطلع الناتج ناقص لن اكس اوكي اذا عندي اس يعني لن اكس اس اس مثلا ار اي رقم هنا هذا اي رقم الناتج شي يصير ار يطلع برا لن اكس اوكي هذه خواص اللوغاريثمز الانفيرس فانكشنز احنا حكيناها قبل قليل هذا هنا بدنا ناخذ عليه امثله مثلا لن 4 زائد لن ساين اكس اريد ارجعهم اثنيناتهم داخل اللن فهذا هنا جمع شو يصير 4 في ساين اكس كلهم داخل اللن هذا هنا كسر اقدر افتح الكسر لن اكس زائد واحد ناقص لن اثنين اكس ناقص ثلاثة يعني لن البسط ناقص لن المقام هذه شلون تصير هذه قلنا واحد على ثمانية تصير ناقص لن ثمانية حسب ما شرحنا هسه اخر شيء هذه اوكي صار عندي ناقص لن الثمانية الثمانية هي اثنين اس ثلاثة يعني صارت لن ناقص لن 2 أس 3 الثلاثة تطلع برا حسب هاي القاعدة الأخيرة اللي شرحناها هذه فيساوي الناتج ناقص 3 لن الاثنين أوكي طبعا لن الاثنين هو واحد شيكوا يمكن بالحاسبة يطلع الناتج ناقص 3 أوكي inverse properties عندي للبيز اي هذا ما واضح بس انا اكتب لكم اياه بالاحمر في حالة البيز اي يعني مو البيز مات اي لا البيز اي لن عفوا اي اس لوج تو بيز اي اكس لوج اي اس لوج تو بيز اي X. هذا الناتج مالته يساوي X. أوكي. عندي log to base A في A أس X يطلع X. يعني أنا داخذ الانفيرس. الانفيرس مال اللوج. أوكي. بالنسبة للإكسبونينشال يعني الأساس مالته E ف e to power خلي اغير اللون بالازرق e to power ln x هذا يساوي x اخذت الانفيرس ln e to power x يساوي x هذه الاشياء طلاب اساسيه راح تستخدموها كل شيء هواي بالهندسه هاي الأشياء المفروض قواعد تنحفظ مثل الاسم أوكي عندي بالكالكوليتر أنت تحتاج مثلا لوج خلي أعرض رقم الخط مثلا لوج للأساس 13 of x ما عندك بالحاسبة أنت بالكالكوليتر للأساس 13 فش تسوي تقول هذا يساوي لن اكس على لن 13
يطلع لك الناتج مال هذا. اوكي، هاي حتى تتخلص من هذا الاساس 13 لان ما موجود عندك بالكالكوليتر، فهاي قاعده حتى توجد اللوغاريتم لاي اساس، لاي اساس إن كان 13 10 9 8 7، تاخذ لن الاكس على لن الاساس اللي هي هاي القاعده امامكم. الى هنا تنتهي المحاضره الاولى، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.